عسلامة، شحوالكم يا أحلى متابعين. إن شاء الله تكونوا لاباس وأنتم بتشوفوا في الفيديو هذا. اليوم باش نشارك معاكم شنو الحاجات اللي نعملهم تقريبا في النهار متاعي كطالبة في الجامعة. كيف ما شفت في مقدمة الفيديو، هاي غاديك أنا صباح يعني نمشي نقرأ وكل شيء. بالظهر في النهار هذا العشية ما نقراش، دونك وهو فما سوق زادا استغلينا فرصة، هبطنا مشينا عملنا دورة في السوق غاديك بحذنا في حي الأمل. يعني تفرجنا على حاجات، كل شيء تقريبا درنا فيه بالكدا بالكدا. وبعد لي كي روحت اول حاجة عملتها نظمت البيت متاعي، على خاطر صباح يعني تقريبا خرجت مش ما خليتهاش منظمة بالكدا بالكدا، دونك نظمتها شوية. على فكرة هذا اللي نهارتها شريته في السوق واللي قلت لكم باش نوريه لكم، باش نوريه لكم كي لصقوا على الطاولة، هذا لصقته اما فوقوا فيها الحفرة هذه مثلا. نهارتها زاد حطينا عليها ريزيستون، سخنت يعني زاد ظهرت حفرة لا علينا فيها، وقعدت في بلايص كي من الغلاف من الطاولة، فياسر تخربيشات وشوية زعلانة يعني من يدي انا، يعني ما لصقتوش بالصحيح بالكدا. مش مشكلة، نعتبروه حاجة يعني موديل يعني. المهم هو زيد التذكر الفلار اللي انا قلت لكم باش نشيطن ولا لكم لبسته في الفيديوهات الجايين، هذه هي الفلار اللي شريتها النهارده. اذا ما فهمتونيش على انا وفيديو نحكي على الفيديو اللي قبل هذا بالذات، فلوج نتاع مشترياتي من السوق كل شيء، دونك ادخلوا شوفوه ان شاء الله يعجبكم. نخليكم الرابط نتاع في الصندوق الوصف، ادخلوا شوفوه. دونك خلينا نكمل تمام الحاجات. على فكرة بالرغم البيت يعني مش بيت كاملة، الجهة متاعي صغيرونة على الاخر، لانها يعني تدخل بعضها بصفة غير طبيعية في فيسع، خاصة انا عندي ياسر فازاتك خيوط وشارجير ومنه من غادي ورجل، احسي لوي تدخل الدنيا بعضها في فيسع وتتنظم في فيسع الحاجة الباهية. يعني في الفيديو هذا باش نحاول نوريلكم الحياة الجامعية في الواقع. في الواقع ما حبش نوريكم كل الحياة المثالية، يعني الراحة وقراية وكهو، يعني يلزمكم تنظيف، يلزمكم زي ده حاجة الأهم واللي هي غسيل الماعون، يلزم برشا حاجات، خاصة إذا متلقاش المال فوق تبدأ تسكن على تروازيم ترسي لك طابط لوطة، وتبدأ السبالة صغيرونة لازمك تعبي السحفة باش تنجم تمصمص بها، حسيلو مشاكل كبيرة 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 جدا. أما مش مشكلة إذا زاد دعموني باش تتحسن نفسيتي، وعملوا لي اشتراك في القناة، وما تنسوش زاد اللايك على الفيديو إذا عجبكم، وزاد فعل الجرس باش يوصلكم كل جديد أول بأول. ديما باش نحاول نهبط فيديوهات كل أسبوع، إن شاء الله يعجبوكم، إن شاء الله تواصلوا في الدعم، دعم قناتي ودعمي أنا. وحفل هوني بعتلي اشتهيت اني نعمل حاجة حلوة، دونك بالحاجات المتوفرة عندي في البيت وقلت علاش ما نعملش جواجم على الطريقة الجامعية، يعني بحاجات بسيطة الموجودة. دونك اول حاجة حبيت نوريها لكم اللي هو مكسير هذا صغيرون، شريته من عند جوميا ب33 دينار، يتشرج يعني صراحة براتيكا على الاخر، وصغيرون يعني يعمل الشخص الواحد يعمل له العصير ولا اي حاجة. جربته قبل عملت فيه موخيتو، وهالمرة هني باش نستعمله باش نعمل جواجم، وباهي يشد شارج بالكدا. دونك اول حاجة هي حطيت الفواكه الجافة اللي عندي، عندي اللوز وعندي زبيب، دونك حطيتهم هوني وريحتهم شوية تشوفوا النتيجة في النهاية. يعني كان انتم زادة مرة هيك اختار لكم تنجموا تعملوا الحاجات موجودة عندكم عادي، حتى كان كاكاوية تنفع يعني عادي، غير المرة هذه ظهرت ولقيت عندي اللوز. دونك هوني كيف ما تشوفوا هاكا يرحي بالكدا صافا، يعني جو مريقل. تنجموا زادة انتم زادة تاخذوا منها، ما هوش من الحاجات الضرورية على الاخر، يعني عادي كل واحد شنو يحب ياخذ معاه للجامعة. يعني دونك بعد منها قلت زدت فتشت شوية هيك في الخزانة متاعي، لقيت عندي شوية تمر، دونك خلي قلت خلي ندير مشخشخ أكثر، وزدت حطيت معاه تمر، حطيته هوني يترحى. كان ما عندكمش تمر تنجموا مثلا تحطوا شامية، تحطوا إذا عندكم عسل، إذا عادي بالحاجات المتوفرة يعني من عقدوهاش ياسر ياسر. هوني قصيته صغيرون يعني باش نحق نحاول نستحفظ على الاخر، المكسير هذا غالي في النهاية ب33، حسيلو قصيته صغيرون باش نعاونه شوية باش يرحيهولي فيسع. و كاو بعد اللي بعد ما كملت رحيته زدت حطيت معاها خوخ،
كل واحد زاد شنو عنده من الغلة ينجم يحطوه خوخ، اذا عندكم بنان حطوا بنان، اذا عندكم حسب شنو موجود عادي يعني. حطيت معاهم شوية خوخ ورحيته معاهم، وبعتالي بعتالي بعتالي دونك جبت الكاس متاعي. انا عندي الكاس من النوعية هذه، كاس طويل، فما اللي عندهم كيسين بلار، انا هذا عجبني على خاطره بلاستيك يعني، حتى كان طاح هوني في الفوي مثل شيء ينفع يحوك فيه حسيلو. حطيت زادة شوية بشكوتو، مش بشكوتو، هو هذا باللوز. انتو زادة كان عندكم بشكوتو سيدة، اي حاجة عادي لو اي حاجة دي، دونك حطيته هو. بعتلي بديت نحط فيهم طبقة بطبقة، طبقة بشكوتو، طبقة ياغورت. ياغورت مستحسن يكون ناتوريل، اذا مش موجود ناتوريل نستعمل الموجود عنا عادي. بيه دي كلمة عادي يعني، عادي في بلادي عادي كل شيء ممكن. وبعد ذلك قعدت نحط كيف ما قلت لكم طبقة بطبقة، مرة بشكوتو مرة ياغورت مرة غلة، وهي ماشية كده حطيت عبيت الكاس متاعي. دونك فكرة مزيانة كسريعة وخفيفة وفي نفس الوقت مغذية، باهية نتلهو بصحتنا خاصة مع ستريس القراية يعني، وكل شيء يلزم نتلهو بصحتنا. وتأكدوا زادة انه المرة هذه الحاجة المش عادية هي انكم ما تتلهوش بصحتكم وتايبوا الماء على البطيخ، دونك اتلهوا بصحتكم يا ناس، خاصة اللي في الجامعة نعرف مع الوقت وكل شيء ما برشا عباد ما تدلهاش وتبقى تاكل الحاجات الخفيفة ماكلة الشارع وكل شيء، دونك اتلهوا بصحتكم خاطر ما تدوملكم كان صحتكم يا ناس. دونك بعد منها زينت بشوية لوز وشوية زبيب، حاجات متوفرة، وهذه النتيجة في النهاية. اكتبوا لي في التعليقات، اعطوني نوت من 5 من 10، دونك اعطوني نوت خنشوف عجبتكم ولا لا. أنصحكم جربوا بنين مش خايف. هوني العشية قررت اني نقرأ على روحي، يعني ضميري الدراسي فاق على روحه، قلت خلي نقرأ شوية. هو الحق ما عنديش الحاجة الكبيرة اللي باش نراجعها ولا نقراها، على خاطر اول حاجة خلينا نعلق شوية على الاكاديمشي يعني، ما نشوف في الشباك علاش كل مرة يعمل طلع بالهواية متشجعوش يا ناس. حسيلو قلت خلينا نراجع شوية باش نستغل الفرصة هذه مادام مازال شوية هما، اصلا خلينا ننظم اوراقي وكل شيء. نظمت دينيتي، وضحت شنو حاجات ناقصيني وكل، خاصة انه قلت لكم عاملين لنا سهرية هوني في الفوي، عملونا متاع طلبة جدد لازم يمشي نفرهد وكل شيء، دونك لقيت اموري كل العشية من جهة القراية وكل شيء، باش بعتلي نلحق نمشي للرستو وبعد الرستو نمشي للسهرية. Keep it to see.